بدأت فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في أسوان بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه صناديق المواد الغذائية للفئات الأولى بالرعاية. بدأت الفعاليات باستاد أسوان الرياضي الذي وصلت إليه ثلاث شاحنات عملاقة تحمل آلاف من صناديق المواد الغذائية، وستحصل الأسرة المكونة من 5 أفراد على صندوق يكفي لمدة شهر كامل، وسيتم التوزيع على الجمعيات التي ستساعد في توصيل تلك المواد الغذائية للمستحقين من خلال قاعدة البيانات التي تم إعدادها. هذا بجانب حملة طرق الأبواب التي ستسهم في تسليم صناديق المواد الغذائية للأسر المستحقة. في مبادرة كتف في كتف بالتعاون مع بنك الطعام المصري والتحالف الوطني، هيتم وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هيتم النهارده ان شاء الله محاكاة لتنفيذ التعبئة لطرق التعبئة لكراتين المستهدفة أسرنا اللي موجودين في محافظة أسوان، وده هيوصل لهم في كل قرى ونجوع أسوان محافظة أسوان بالكامل. وسمعنا بمبادرة كتف في كتف فجينا نساعد مع بنك الطعام المصري، والكراتين دي بتوصل للحالات المستحقة، وربنا يبارك لهم وفي ميزان حسناتهم ودايما معهم إن شاء الله في الخير يا رب. بنبتدي إن احنا نغلف المواد الغذائية، ونبتدي إن احنا نرصها في الكراتين، ونبتدي إن احنا كمتطوعين تبع جمعيات تبع جمعية النهضة النسائية بالكرابلة بنبتدي نحاول ان احنا نتواصل بقدر الامكان مع الحالات المستحقه، الحالات اللي مش اي حد يقدر يوصل لها.